هو الرسول بطرس كان متأثرا بيهوديته بدرجة قوية، حتى انه بعد امتلاءه من الروح القدس، يعني الحادثة دي لما اتى اناس من اهل الختان كان يؤخر نفسه، فالرسول بولس بيقول قاومته مواجهة لانه كان ملوما. نعم، كان الرسول بطرس متأثرا بيهوديته ومصادره اليهودية، ونقل ما قاله الأقدمين أنه الذي جلب الطوفان هو الله. بس أظن أنني شرحت من كلام الرب أن الرب ما قالش كده، وأن قال جاء الطوفان، ما قالش أن الآب السماوي هو الذي جلب الطوفان.